الحمد لله المعسكر وايد زين، احس قاعدين نستفاد اكثر من الايام العاديه لان مركزين تركيز تام على هالمعسكر وعلى هالتمرين، وايضا ما يعني كل شيء موجود في الفندق فما في داعي نروح البيت ونرجع ونسوق ومسافات، فتركيزنا كله منصب على التمرين والبطوله، والحمد لله هذا مثل بشكل ايجابي جدا للبطوله، لان لما اكون مركز في التمرين احس مستواي يتطور اكثر واكون متعمق اكثر في التمرين والحركات، فاحسني في البطوله بقدم اداء احسن من اي اداء قدمته في حياتي الحمد لله. متواجدين حاليا في المعسكر المغلق للتجهيز حق بطوله العالم، عندنا ثلاث فئات عمريه اندر 16 واندر 18 واندر 21، يكون عندنا تو تريننجز ا داي، مورنينج تريننج ايفنينج تريننج، كل يوم يكون نفس التدريب تقريبا، الصبح يكون عندنا فيزيوثيرابي، عقب مورنينج جوجيتسو تريننج، عقب يكون عندنا بريك 1 اور، عقب نسير الجيم، بعدين عندنا 2 اور 3 اورز بريك، عقب عندنا ايفنينج تريننج، فعندنا 2 جوجيتسو تريننج بير داي. واكيد تجهيزات احنا بادينا من تقريبا 3 اشهر نجهز فيها لبطوله العالم، واكيد فريقنا عين على الذهب. طبعا ما كنت انا البطل الوحيد، كان عندنا بعد لاعبين، كان عندنا عمر فضلي وزايد الكثيري، حققنا في بطوله العالم 2019 الاول ذهبيه، واكيد كورونا اثرت علينا خاصه انها منعتنا او حرمتنا من المشاركات الخارجيه على مستوى العالم، لكن الحمد لله اتحادنا ما قصر، كان يسوي معسكرات داخليه، كان يسوي بطولات تدريبيه تشجيعيه بحيث ان احنا نحافظ على مستوانا، واكيد نحن جاهزين للبطولة هذه، لأن صراحة الدولة ما قصرت، وفرت لنا كل الإمكانيات كل السبل، صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الأب الروحي وداعم لرياضة الجوجيتسو، وداعمنا وكل فترة يكون موجود بتشجيعه بحضوره بمسجاته، سمو الشيخ خالد بن زايد بن محمد بن زايد كان موجود متابعة تجهيزات منتخبنا، وأكيد اللاعبين متحفزين ويعني يشوفون المسؤولية هذه يعني انهم قدها، واكيد يعني نحن بنحاول نبيض الوجه ان شاء الله.